عسلامة عسلامة، شنحوالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ونعمة الناس الكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما قاعدين تشوفوا في الكوجينة، باش نرجع العشوية اللي عملتها عند رحاب. قلت لها حتى انتي اليوم جا بحذايا، ديما وليت نمشي اني بحذاها، جوس اني ما نصورش وكهو، اما مشيت قديش من مره بحذاها، وديما مسكينه تفرح بينا، وديما مره هاو كيك مره حاجه حصيلو. مره هذه قلت لهم انتم اجا بحذايا، باش تجيب بحذايا رحاب وصاحبتنا الاخرى وئام زده. وئام تسكن بجنب رحاب بالضبط، ديجا هاو واللي تتصوروا معاها، اما اني بعيده شويه عليهم. قهوة قلت لهم اجاو انتم بحذايا، باش يجيو بحذايا عشوية للقهيوة. قلت علاش لين نحضر لهم كحبة كيك ونحضر شوية سالي للقعدة متاعنا. الحاجات اللي باش نحضرهم اليوم شاركتهم معاكم برشا مرات في القناة، وما نصورش كان فما واحدة فينا ما تعرفش تعمل كيك ولا البيتزا. انا حاجات عاديين وبرا الحقيقة باش نعملهم اليوم. ديما كيبدا جاي بحذايا ضيف نعمل له حاجات اني مستانسة نعملهم، باش ما كيما نقولوا ما نجربش فيه الحاجات الاخرين. كما شفتوا خديت 4 كعبات متاع ضم وكاس متاع سكر. كان عندكم سكر فانيليا حطوا، انا ما عنديش ما حطيتش، وشويه ملح بطبيعه، ديما الملح مع طرف نحط شويه هكا ملح مع العظم ركضته مليح. لا انا حطيت كاس سكر، انا باش نعملها كيك متاع كاكاو، كيك شوكولاته. اللي يعرف الكاكاو متاعه مر يحط كاس ونص، انا الكاكاو اللي عندي ماهوش مر بالسكر حلو. حطيت كاس ماهوش معبي، كان شفتوه سكر. ركضت العظم والسكر مليح، من بعد زدت كاس ناقص شوية زيت، وحطيت كاس متاع حليب، وحطيت 2 كيسان متاع فارينة. باش نحط 2 كيسان متاع فارينة على خاطر باش نحط كاكاو ونعوض الفارينة الناقصة بالكاكاو، وحطيت باكو خميرة. هذوكم 2 كيسان متاع فارينة، هذه الكاس متاع الخميرة، وحطينا كاس الحليب، وحطينا كاس ناقص شوية زيت، غربلتهم مليح. وهذا الكاكاو اللي عندي، يعني خديت باكو كاكاو هذايا صغير، من بعد لقيت اللي يعني عندي حكة فيها كاكاو قديم، معناها مش قديم برشا، عنده شهر ممكن شريته وحطته في الفريجيدير، وليت حطيت من وماهوش مر، كاكاو حلو بالسكر. وبطبيعة باش نستعمل القالب متاعي هذايا العشق، ولا عجبني ليلى الصق، حتى شو زيت كعبة الكيك تجي مزيانة، عجبتني برشا الحقيقة. وقال لي لوج على اسم الباج اللي خذيت من عنده القالب هذايا، يمشي للفيديو اللي صورته أنا وأختي في ترفر. كتبت لكم راني وقت اللي قاعدة نعمل في جولة في البوتيك، كتبت لكم اسم الباج متاعهم، وقالوا انهم يوصلوا الكامل تراب الجمهورية، يعني وين انتي يوصلوا لك. كملت حطيت كعبة الكيك متاعي في الفور على 180 درجة، حليت عليها من اللوطة، بطبيعة نفس الكلام اللي ديما نقوله في كل فيديو كل ما نعمل كعبة كيك، 180 درجة من اللوطة، ومن بعد نحل عليها من فوق. من بعد مسحت الطاولة متاعي خاطر باش نعمل لهم حويجة اخرى، باش نعمل سالي حاجات عادية الحقيقة، خطر الدنيا كما تعرفوا الطقس سخون، وتعرفوا تليفوني الحقيقة عملها فيا. تليفوني من نوعية انه في السخانة كي تبدأ السخانة فوق 40 درجة ما يتحليش ما يصورليش، عرفتوا ان نصورك اللقطة ويقص، نصور اللقطة ونقص. كان لحطوا في الفيديو هذايا برشا حاجات قصيت عليهم. كما شفتوا حطيت باكو متاع خميرة، حطيت كاس متاع حليب، وبطبيعة قصت لي في وني نعمل، وحطيت مغرفة سكر، خلطتهم مليح، وحطيت كاس متاع فارينة زادة، حتى اوكي حطيت لها حليب وحطيت الفارينة. التليفون وقتها ماهوش قاعد يخدم. نعاودو من الاول، حطينا مغرفة كبيرة سكر، وحطينا كاس حليب، وحطينا كاس فارينة، وحطينا باكو خميرة فورية، وخليتهم 15 دقيقة يخمروا. من بعد باش نزيد مغرفة ملح، وباش نزيد الكمالة متاع الفارينة انتوما والكمية الحليب اللي حطيتوها. شوفوا العجينه هذه، معناها طريقه التخميره هذه، تعرفوا قولش علينا قاعدين نصنعوا في خميره عربي، ريتوا الخميره العربي اللي عملوها في الخبز، قولش علينا عملنا خميره عربي، حطينا كل خميره وحطينا في شويه فرينه وخليناها ترتاح في عقلها. الطريقه هذه فيسع ما تتخمر من غير ما نقدر نستناوها. من بعد زدت حسب تقريب فنجان صغير زيت، وزدت شوية حليب خاطر لقيت روحي زدت حطيت برشا فرينة، وليت زدتها شوية حليب.
اليوم العجينة متاعنا خدمناها كان بالحليب، ريتو العجينة هدية باش نعملها لكم مرة أخرى إن شاء الله بقدرة يا ربي. عندي الكيس حتى عندي تعرفوا عندي الكيس اللي عملتها بالشوكولاتة واستعملت طابوكيس بالخبز، عندي فرشة حليب فيوخا لي المحلول اللي عندي توا. باش نعمل لكم كرواسون إن شاء الله بقدرة ربي بنفس العجينة هادية اللي عملت بها هذه. تنجموا شفتوا طريقة العجينة هذيك تخدموها تحطوا فيها شوكولاتة، والله العظيم يا البنات تخش عليها بريوش ولا كرواسون حتيلو بنينة على الأخر البات، خاطر مخدومة بالحليب حطوا فيها بزيت سكر وتنجموا تخدموها حلوة. تو نعملها معاكم بالطبيعة غير يوفا 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 لي اللي عندي الجاتوات وبرشا حاجات حصيلو عاملتهم لازمهم يوفا من برشا تبذيري واللي لي هيك. تو باش نعمل صوص البيتزا البيضة والحمراء، ديما تعرفوني البيتزا متاعي نعمل لها صوص بيضة كذابة كما نقولوا جبن كذاب، كي بدا ما عنديش كونتيتي كبيرة متاع جبن نعمل هالكريمة هذه. الكريمة هذه نعملها تشبه شوية الصوص البيشاميل اللي هي مغرفتين زبدة مغرفتين فارينة نصف إتر حليب، نغليها مليح ونطيبها مليح مع شوية فلفل أكحل وشوية ملح، ومن بعد نزيدها نوعية الجبن اللي عندك، وماذا بيك يكون جبن يكون فروماج ولا جبن يعني جبن مش شكل شو اسمه الاخر الغذائي هذاك شو اسمه مكمل غذائي ولا نسيت شو اسمه هذايا عندي الجبن هذايا بنين على الاخر واللي هو فروماج والله اللي فهمته شنو، اما يذوب في الفور عجبني نولي ديما ناخذه حطيته فيه لين ذاب، ولا الصوص البيضه ولات بنينه على الاخر تقولش عليها جبن ولا فروماجك البنين حصيلو عجبني برشا. اش خلاني من بعد باش نحطه في الخبزه المحشيه، حطيت زدت لها شويه ملح كان شفتوا لي لقيتها ناقصه ملح وخليتها على جنب باش تبرد وهكا تخضر شويه. شفتوا ماهيش كيما الصوص الاخرى اللي نعملها في اللازانيا نزيدها كريمه فريش، هذه ما نزيدهاش كريمه فريش. كملت طيبت الصوص البيتزا حطيت طماطم مرحيه طماطم كعب مرحيه وحطيت لها شويه بصل شويه ثوم وفوحتها بشويه كليل وملح وفلفل اكحل. وتو باش نحضرك الخضره اللي نحطها في البيتزا اللي نحط البصل نحط الفلفل ساعات نحط الطماطم غير تو ما عنديش الخضره اللي عندي نحطها حصيلو نجمو تعملوها بليش بالطبيعه. عندي شويه زيتون زاد حطيتها وبالتن باش نعملها اليوم. العجينة متاعي ما اني حضرت الصوص باش نبدا توا نخدم بها، نجمو معناها تخليوها ترتاح حتى تدرج درجين وتنجمو زيتها بعد ما تعجنوها ديريكت تبداو تخدموا بها. الكعبة الاولى باش نعملها بيتزا، والله حبيت نعمل اشكال هكا مزيانين وحبيت نعمل ميني بيتزا ونعمل حويجات هكا مزيانين اكثر من اللي اني باش نعملهم. كيف ما قلت لكم التليفون عملها فيها ما نجمش نقعد نصور اكثر من درج، شفتوا نصور الدرج ونقص نصور الدرج ويقص عليا وزيد ما عادش بكري تلهيت خاطر في الدار ومع الصغار، وكل ما دخلت الكوجينة كان الاربع كيك وهما جاوني مع الخمسة وشوية، يعني في ساعة وشوية حضرت الحاجة هذوما. هذيك الكعبة الاولى خليتها بيتزا والكعبة الثانية باش نعملها محشية معناها عادية. قصيت لها الجنب متاعها وحطيت مك الجبن هذاك الكذاب، راه والله العظيم فيه بنة تهبل خاصة الإضافة اللي زدتها له بالجبن هو اللي بنه حقيقة كيبدا وحده ومهوش بنين برشا. حطيت شوية هريسة
شوية زيتون اللي تحبوا، يعني الحشو تحطوه. اني عملت تن زيتون وحطيت مك جبن هذاك وحطيت له هريسة. الحقيقة ما عنديش خضرة بالكل اليوم، معناها في اخر النهار. ان شاء الله غدوة ولا بقى اللي بعده يكون المرشي ونمشي نقطع. تنجموا تحطوا زيادة بطاطا مسموطة ولا بطاطا مقلية، تنجموا تحطوا العظم، تنجموا تحطوا فاضة تن الدجاج. الحشو بطبيعة يعني ديما نقول لكم الحشو اختياركم انتوما، شنو تحبوا تحطوا حطوا. هذه زيادة باش نعملها هكاك نفس الحاجة ميني، باش نعملهم كل خبيزات. هاني نطلع هكاك حاجات باش نزين الطاولة متاعي. الحقيقة هي رحاب كي نمشي بحذاها ما تخلي ما يعني ما تخلي ما تمد وتخلي ما بلي عندها. الحقيقة تفرح بينا على الاخر، تفرح بيا على الاخر. هاني حتاني بلي موجودة عندي. الحقيقة حاولت اني نعمل شوية ما اللي هي تحضرونا. شوفوا اني هذوما قصيت لهم الجناب متاعهم باش يبداو مزيانين. هي هذه الحاجة اللي تحسها الطريقة التقليدية في الخبزات المحشيين، نقصوا لهم الجناب متاعهم وندوروهم. هذايا الحاجات السهلة الممتنعة كما نقولوا، سهلة على الاخر ومزيانة. اما ساعات ما تخطفش. هذاك علاش قلت لكم سهل ممتنع. سامحوني، لازم الخطوط هكوما تجبدوهم على الاخر باش تطلع لكم مزيانين. يتجبدوا على الاخر ويتحطوا تحتها، اني تعرفوا تخيلوش الزربه اللي انا فيها. والحمد لله جاي كل شيء مريقل. خاطريني قداش من مره تلقاني نقول لكم جيت بحذايا فلانه ولا باش يجي بحذايا فلانه، ولازم وقت يجي بحذايا حتى يا نحرق الحاجه يا ما تجينيش باهي ننسى حاجه. واحده كتبت لي تعليق قالت لي انت كل ما يجي بحذاك حد معناها يا تحرقها يا تنساها يا درا شنو. انا المره هذه الحمد لله سلكت روحي. بالنسبه للبيتزا حطيت ماكل جبن هكايا، الجبن حطيت الطبقه الاولى جبن، ومن بعد حطيت الصوص الحمراء ولا تنجمو تعكسو راهو. انا حطيتها من اللوطة باش تطيب اكثر في الفور، والصوص صوص التومات ما تشيحليش. خليتها خاطر دخلت البيتزا هي الاولى، دخلت كعبة الجاتو طيب وبعد دخلت البيتزا، وبعد توا جيت للخبيزات هذوما. شوفوا نفجوا وخمروا بالكدي، شوفوا حتى ولاو دوبل، كانوا صغيرين ولاو دوبل. خديت كعبة متاع عظم حطيت فيها شوية قارص ولا تحبوا خل باش تنحي لكم شويه السفوريه متاع العظم، ودهنت بها الخبز متاعي. بطبيعه ديما اللي ما يحبش العظم ينجم يدهن بالحليب باش ما تبدا شكل المنظر متاعها مش شكل مزيان. وزيد حتى كي ترشوا عليها حاجه تبدا تشد الحاجه. انا باش نرش عليها شويه سينوش، وباش نزين اكله كبيره بالزرازي هيك باش نحط هيك نرشق الزرازي باش من بعد حتى كي نقصها نقصهم تبدا كل واحده على زينتها وحدها. هكا هو يزي باش نقديهم شويه باش تشد بالكدي. وهذوما توا للفور على 200 درجة، حطيتهم على 200 درجة وحطيتهم الفوق واللوطة في ساعة في دريج اثنين، خاطر اني الفور متاعي قوي وديريك تخرجتهم. الكيك متاعنا زاد حضرت وخليتها تبرد وذوبت شويه شوكولاته، وتو باش نحطها في الطبق التقديم متاعي. يعني ما هيك شفتها ايش لاصقه في الجناب ولا حاجه، ومن بعد حطيتها. طابع شوكولاته واللي هو زوز طوابع وشويه زبده، وباش نحطها فوق الكيك. بطبيعة هذه طريقة التزيين زادا التقليدية متاع الحاجات اللي تبدا هيك الكيك مدورة كتبدا محلاها تبدا شوكولاتة هابطة منها. ما تنجمو زادا بالطبيعة تستغناو عليها الحكاية. باش نرش عليها جوز الهند، اللي نحس اللي جوز الهند ديما يخرج على الاخر على الشوكولاتة.
هذاك علاش حبيت نعمل جوز الهند من فوق. بالطبيعة تنجموا تعملوا أي نوع متاع فاكهة. بالنسبة للتزيين كل واحد وش عنده، كل واحد باللي موجود عندنا في الدار، كيك نسلكوا رواحنا ونزينوا حاجتنا ونفرحوا بضيوفنا. وبالطبيعة الواحد ضيف ديما برزقه، والله العظيم إن ديما نقولها إنه ضيف برزقه، حتى لو كان يجيك على غفلة ولا حاجة رزقه معاه. الحمد لله. وكهو هذه كعبة الكيك، نخليوها تبرد يعني باش نحطها في الفريجيدير. اسمع، ماذا بينا في الصيف كل شيء يبدا بارد باش الواحد يبرد. حطيتها في الفريجيدير، والتن باش نرشه توا بطبيعه، التن والزيتون من بعد ما نخرج البيتزا من الفور نرشهم عليهم. فما شكون يغلط ويحط التن ويدخلها للفور، اني قبل كنت نغلط كيك، بعد نجي نلوج على طرف التن ما نلقاهاش، نحسها طابت وشاحت وتقلصت. عاد بعد عرفت انه التن لازمها تتحط بعد ما تخرج الكعب في البيتزا. كاوش نقص البيتزا متاعي مرسوات، تمنيت اني نعملهم ميني، ما الله غالب ما كتبتش، ميسالش، ما زالت الايامات بيناتنا وما زالت وان شاء الله نعملوهم الميني. حطيته هكايا في الطبق. تو باش نقص الخبيزات متاعي، حاصلوا ما نحكي لكمش على البات قديش طريه وقديش هشوشه وقديش بنينه تهبل. نفس البات بربي اعملوا بها، جربوها بالشوكولاته زيدها تتشوفوا البنه وحدكم. جوس زيدوا شويه في السكر في العجينه باش تجيكم حلوه شويه، وحطها حطوا الحشو متاعها كريم، تنجموا كريمه هذيك الكريم باتسيير، والا تعملوا شوكولاته وتشوفوا تذوقوا البنه وحدكم. والله قطنيه قطنيه على الاخر، يريدكم بحذايا ويريدكم ذقتوا منها. ان شاء الله بقدره ربي اني ناويتها كيف ما قلت لكم نعمل هيلكم فيديو، ان شاء الله نعمل لكم خبيزه يعني البريوش، خبزه كيك متاع بريوش، ونعمل لكم الكرواسون ان شاء الله بقدره ربي. هون نشوف البات محلاه قطنية، والبات معناها كي تمسها تحكي وحدها، بيوضية متاحها والتراوة متاحها تحكي وحدها. يعني نهارتها ما فطرتش حاصيل وما نحكي لكم الشدة روحي عليهم. غيرين عملت شوية كما شفتوا، ما عملتش برشا، قلت باش يشدني برشا وقت، نسينسى الحقيقة نعمل كيلو كامل نطيبه ويقعدوا لي، فهمتوا؟ مرة هذه عملت أقل، ومن بعد كيف روحوا هما وليت تعودت عجنت، على خاطر فضلت لي الصوص الطومات والصوص هذيك متاع الجبن فضلولي، وليت زدت عملت عجينة أخرى نفسها، وكما شفتوا هي ما تخمرش، وليت عملت أخرى وطيبتها للعشية تعشينا بيهم. عملت بيتزا وعملت كيف الخبز هذايا تعشينا بيهم، قلت شنو نقعد نطيب حاجة أخرى وكسوس فاضل عندي. هذه البيتزا كما تعرفوا اني حطيت الصوص البيضة حطيتها من اللوطة، هذاك علاش تحسها مستحمرة شوي. واسمع عني كل ما نعمل سليب، نجيك نهار عملت سليب وقتك انت ورحمي.
ركحت معانا الطاولة ركحت فرسي حسي لحضرنا قاعدة تحت العشوية وما شاء الله لقيتها قائمة بالواجب ربي فرحك كما قمت انت بالواجب معانا نعم عادي عادي يعني كما انت شنو زيد عليك كما انت تفرح بنا حتى احنا فرحوا بيك وبالضيف الشرف زيدا ما تحبش ضيف الخفاء ضيف متشقين باش نشربوا قهوتنا سوا خليكم تو نجعلكم على خير مريق البامبرينج مشيتها اتقديتها وريني مش قوية قلت شلي ميزيتي متاع تليفون البنت شو قلت لك يعني انا ضاوية ثم حليه الضوء تحسوا غوزي هيك ليه وصل لي خنديتها وانت يهديكم خلنا نشرب القهوة صحافة صحافة والله سبحان الله كل ما نعملوا اي حاجة كي كل ما نعملوا ميزة اهل وعد والله دي حسيتها بسيطة مش حطها ورا بتاع السكر هيك صحافة قبل ما ياكلها كيك احنا ولينا ما الحكاية ما تصيرش ديما هذيك الاجتماعات وكل شيء تحس الواحد هو هكا يوثقها وإيه ما تحب السكر أكيد باش تظهر لك ناقصة سكر يعني موت على حجم السكر إنه راح باش نعمل زعما عنوان روتين يومي مع شكو مع عشوية مع مفاجأة سيرين لي مفاجأة سيرين لي مع روتين يومي ولا روتين يومي مع مفاجأة سيرين لي زعما زعما واني خسر الفيديو اللي هبطت وتفسخ فسل ما شو مش قلت لك على الساقيك بس سلمى ماما حتى هي مش تاكل قبيشنا ما عادش تقري هذاك هو عندي ثلاثة صغار جوج متى مسؤولية كهو عدا حتى يكبروا عدا شي كبره ولازم اللهو ولا يا خدمة يا تلاهو هيتو هيتو هني هيتو هيتو يا ماما هيتو مين يمشي باش كابورة السمحة ايا جبتش لهم نسبة باش نوريهم القطو كيفاش طلع يومي شاهي ما شاء الله يا للا قهوة هيكي يبي يا شهي يا حافظ عشربت قهوتك ليه مزالت فار اني مع القهوة ما لعبش زيتني ملا يبي